وانا هنا في هذا المركب 14 عام، عانينا منه الفراغ، عانينا منه بزاف د الحوايج، ودابا كنعانيو من التوقيت اللي داروا لنا مع ثلاثه، وعلى التصنيف اللي صنفونا من ضمن الاسواق من اسواق القرب. بغينا نعرفوا شكون هاد الناس اللي صنفونا من هاد التصنيف، وهاد الناس يديروا فينا امواتهم وباواتهم ما خدامينش، ويديرونا عيالاتهم ورجالاتهم ما خدامينش، ويديرونا خواتاتهم ورجالاتهم ما خدامينش. حنا كنا كنعانيو دابا من الفقر، كنعانيو من الهشاشه، كنعانيو من الاهمال. دقينا جميع الابواب، مشينا عند القيد ديال الملحقه، مشينا عند رئيس الدائره، مشينا عند الباشا، مشينا عند العامله بدون جدوى. القيصريه بيننا وبينها 300 متر، محلوله حتى ل8. حنا عندنا 640 حانوت اللي محلوله، من ضمنها 16 حانوت اللي فيها المواد الغذائيه والدجاج والحوت، يعني 624 كلها مهن. وهما مستعد لان في الحجر الصحي حنا كنا سادين 3 شهور، وحنا سادين هما خدامين وما عندناش اشكال. دابا هما مستعدين يسدوا وحنا نبقاو خدامين، ما كاين حتى مشكل. واش هاد المسؤول اللي صنفنا من ضمنها السواق القرب، واش مرته غتخلي وليداتها في المدرسه ما طيبش ليهم المسائل غداهم وتجي تقضي المسائل الخاصه ديالها؟ ما يمكنش. حتى كتسالي من ورا الثلاثه ولا من ورا الربعه ولا من ورا الخمسه عاد كتجي الغرض ديالها، ولكن جزيل الشكر. هاد المشكل اللي كيعاني منه هذا المركب هو هاد القرار اللي تخاد في حقه، اللي هو القرار ديال السوق القرب. انا كنقول للناس، كناشدهم وكنستعطفهم، لان هاد السوق ما كي يتوصفش بالسوق القرب. انا غنقول لك علاش، لان فيه 500 محل كلهم خياطه والحريفيه والاثاث المنزليه، وكل الكل تقريبا اللي كاين واحد 20 محل ديال التوابل وديال الخضار وديال السمك وديال الدجاج، تقريبا 20 محل اللي هما محسوبين على رؤوس الاصابع. هذوك الناس حنا هذا القرار بغينا شي واحد يريح معنا يتحاور معنا. هذوك الناس اللي كيديروا يزاولوا هذه المهنه مستعدين يسدوا على الثالثه زوالا، وهاد الناس ما نضروهمش. هاد 400 محل باش غنصنفوهم على 20 محل، ربما راه هذا غلط، وانا كنقولوا واستسمح، لان هاد اللي حط هذا القرار، لان هذا القرار غير صائب بالنسبه لهاد الناس، لان 400 محل ماشي هي 20 محل ومحسوبين ومستعدين. هذوك المحلات مستعدين يسدوا مع الثلاثه باتفاق والباقي بقاو حتى الوقت بحال كباقي الاسواق. وحنا هذوك الناس مع حنا ممثلين ديالهم، حنا جمعيه تفاهمنا معاهم وخذوا على العاتق ديالهم باش يسدوا مع الثلاثه حبيا، ما كاينش مشكل، ونحاولوا نخرجوا هذا السوق من سوق القرب. هذا كناشدوا به السيد العامل لهذا القرار، راه اللهم راه تكرفصوا الناس، وكنطلب ديما. ونزيدك واحد القضيه استاذ، حنا غادي نبقاو ناشدوا وغادي نبقاو نديروا وقفات احتجاجيه، لان حنا كيتمارس علينا هذا الضغط، راه حنا ما راضينش به الصراحه هي هذه. وبالنسبه للقائد ديال الملحقه ديال لسات، فكما سد علينا بالسلاسل، حنا راه كنستنكروا وكنستعطفوا السيد العامل على هذا الشيء اللي دار. هاد السيد القائد راه حنا ما قابلينش هادشي اللي دارنا، لان سد علينا داخل السوق، حنا وليدات وعيالات برجالتهم والتجار وكلشي سد علينا داخل المركب بالسلاسل. وكاين هادشي، كاين ما يوثق ذلك، كاين اشرطه، وحنا راه كنستنكروا وحنا راه كناشدوا صاحب القرار، لان هذا القرار الصراحه هي دي راه مجحف في حق التجار. راه القيصريه اللي ساسها جوج بينا وبينها 50 متر وكتبقى حاله 3-8، القطاع الغير المهيكل كيبقى 3-8 3-9 بجنبات هذا المركب. حنا كنسدوا ومع الثلاثه، والقطاع الغير المهيكل بجنبات المركب كيبقى 3-8 9 حديت ولا حرج. وحنا من هذا المنبر ديال القناه شوف تي في مشكوره، كندوا وكنستنكروا الفعل لا اخلاقي والفعل الشنيع اللي قام به السيد قائد ملحقه لساس العليا في حق التجار وهما داخل القيصريه، مطالبين بالحوار. فاذا به كيجي ويجيب مع القوه العموميه وكيمشي كيرسل العون السلطه ديالو، كيجيب قفوله وسلاسل وكيسد علينا حنا داخل المركب.
قائمة الذات عندنا وصل الإيداع ديالنا قائمة الذات من اللي يطبق علينا قرار بأننا كنحرضوا شدوا ديك الجمعية وجمدوها حيدوها وعادة من حقكم طبقوا علينا قرار التحريض. احنا ما تنحرضوا حد، احنا تاجر حيتي لي رزقي، ومن هذا المنبر كنندوا بهذا العمل الشنيع وكنطلبوا من سيد عامل مقاطعة الحي الحسني باش تفتح تحقيق في هذه النزيلة ديال الإغلاق على التجار. وشكرا. المشكل اللي عندنا هو هاد الناس المسؤولين ما التفتوش لهذا المارشي، هذا المركب التجاري ما التفتوش ليه بواحد القرحة بواحد الغيرة عليه، لأنه قيمته غالية. الناس المسؤولين الأولين اللي وصفوه وركبوه وداروا في هاد المكان هذا يحسن لهم الشرف، هاد الناس الاولين اللي كانوا في المستوى ديال هذاك. ولكن هاد الناس دابا اللي كاينين دابا على الصعيد الجماعه او هذاك ما عرفناش اين ايد خفي اللي تابع هاد المارشي هذا وما مخلياش يزيد لقدام. انت المحلات كلهم الاكثريه بداو كيخوي وكينهار، المارشي غادي وكينهار لمده 17 عام خاصو يعطي الاكل احسن واكبر مارشي هو هذا في الدار البيضاء كامله. عندك واحد هنا واحد في اكادير. بالنسبه للاغلاق مع الثلاثه ما كيناسبناش وما كيحسنش لنا الشرف، لانه هذا راه مركب، هذا ماشي سوق نموذجي اللي غيديروا فيه يديروه مع الثلاثه، راه مركب. هذا راه جميع الحرف كاينين في هذا المارشي هذا، جميع الحرف. وكيجيو ليه الناس من الدار البيضاء ومن خارج الدار البيضاء كيجيو يتقداو هنايا. المطالب ديالنا على الاقل يديروا لنا 6 ولا 8 بحال اسواق اخرين، مارشيات اخرين وقصاريات اخرين هنا على التراب ديال حي الحسني. ما كنهضرش انا على كنقولش انا على قصاريات اخرين في اتجاه اخر على الدار البيضاء، حنا كنهضروا على التراب ديال حي الحسني لساسوا وجامعه حي الحسني، لانه هذا وصف هذا المارشي هذا مركب ماشي سوق نموذجي. وداروا لنا هاد الزمته هذه حشومه عليهم، وراه كيبقى على العتيق ديالهم غدا امام الله، راه كيبقى على العتيق ديالهم. وكنشكر الناس اللي غيسهروا معنا على هاد الجهد هذا، كنشكرهم الله يجزيهم بخير والسلام عليكم.